السلام عليكم، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص. ولد ضيفنا الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح في إريتريا في مدينة كرن مهد الرابطة الإسلامية والمدينة العصية على كل أشكال الاستعمار في أواسط خمسينيات القرن الماضي. انتقل إلى المدينة النبوية المشرفة وهو حديث السن ليدرس المرحلة المتوسطة والثانوية في معاهد الجامعة الإسلامية هناك، ثم بدأ دراسته الجامعية في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم قبل في شعبة العقيدة للماجستير وحصل عليه في الإمامة عند الشيعة الإثنى عشرية بتقدير ممتاز، ثم قبل في مرحلة الدكتوراه في نفس التخصص وكان عنوان رسالته المهدي المنتظر عند الشيعة الإثنى عشرية، فنال مرتبة الشرف الثانية مع التوصية بطبع رسالته. واليوم يشغل ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح رئاسة مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا. نناقش في هذا اللقاء الخاص معه التغول الإيراني في القرن الإفريقي وخطره على الأمن العربي. مرحبا بك معنا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله. حياكم الله دكتور، سعدنا باستضافتكم الكريمة وبإتاحة هذا الوقت. وأنا أكثر سعادة باللقاء معكم ومشاركتكم هذه الفرصة. أستاذنا الكريم، عند الحديث قبل أن نبدأ بالحديث حول القرن الإفريقي ومدخل إلى هذا القرن لفهم جغرافيته ومكانته الاستراتيجية، بودي أن أتعرف أكثر على الاهتمام المبكر لكم بدراسة الشيعة في الماجستير والدكتوراه. منذ النشأة الأولى وأنا أتدرج في مراحلي التعليمية شغفت بقراءة كتب الفرق الإسلامية والمحاورات الفكرية التي تدور بينها في اختلافاتها وتنظيراتها، فقرأت كتب الفرق كالملل والنحل للشهرستاني والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم من الظاهري والفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري وفرق الشيعة للنبختي أيضا وفرق الشيعة ومقالات في فرق الشيعة للقمي الأشعري. وهذه المجادلات التي كانت تدور حول الأطروحات السياسية، لأنني أعتبر أن السياسة مرتبطة بالفكر. نعم. لا يمكن أن يخلو نظام سياسي من غير فكر يسانده، ولا يمكن أن يسود فكر من غير نظام سياسي يعاضده ويقوي. فدائما الفكرة تتحالف مع السياسة والسياسة تتحالف مع الفكرة. والفرق الإسلامية التي ندرسها إنما نشأت نتيجة للتطورات السياسية، فالمرجئة والخوارج، الخوارج ناقشوا في قضية الإمامة وقالوا هي لكل الناس وليست للعرب فقط وليست لقريش، وأهل السنة قالوا لقريش، والشيعة قالوا لبني هاشم، وفي الشيعة من قال للعلويين، وفي العلويين للحسين، وفي العلويين للحسن الزيدية وغيرهم. فهذه أفكار كلها أفكار سياسية. والمرجئة عندما قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، إنما أرادوا أن يبرئوا ساحة السياسي مهما ولغ في المعاصي فإنه مؤمن كامل الإيمان. والوجهة العلمانية التي نعيشها اليوم هي نفسها تتجه مذهب الإرجاء عندما تقول الإسلام هو فقط أن تعتقد بقلبك، أن تعرف ربك بقلبك، أما أن تنطق ذلك بلسانك أو تمارس ذلك بأعضائك سجودا وصلاة فهذا لا يعني شيء، فالإيمان هو مجرد معرفة قلبية. هذه الأفكار كلها جعلتني أهتم بجانب الفرق. وعندما قبلت في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في شعبة العقيدة رأيت أن أكتب في الإمامة عند الشيعة الإثني عشرية، وكان ذلك في عام 1480 وهي بداية الحرب العراقية الإيرانية.
نعم. تقصد 1980 بالتاريخ الميلادي؟ أيوة نعم. 1980 نعم، لأن الحرب بدأت من 1980 إلى 1988. وعندها لم تتوفر المراجع، لم تكن متاحة كما هي متاحة الآن. عندها أردت أن أسافر العراق والحرب دائرة، وأخذت خطابا من الجامعة الإسلامية واتصلت بالقنصلية العراقية في جدة، ولكن ما سمحوا لي أن أقترب من القنصلية باعتبارات أمنية. فهاتفت بمهاتفة بواسطة إريتري كان يدرس في بغداد وكان قوميا بعثيا، فهو توسط لي، ولكنه السفارة القنصلية أفادتني بأنه لا يمكن أن نسمح لك الآن إلا بعد إرسال اسمك إلى بغداد، ومن هنالك تأتي الموافقة. فسألتهم كم تأخذ، فقالوا لي شهرين، فقلت لهم الرحلة العلمية التي سمحت لي هي شهرين. وذهبت إلى باكستان إلى كراتشي ومدن أخرى، وجمعت المراجع الشيعية، وبعدها أتيت وقابلت في القاهرة الدكتور طالب الحسيني الرفاعي الذي كتب في أخر أماليه، نشرت دار الجمل، نشرت أماليه، وهو أحد مؤسسي حزب الدعوة، وكان وقتها في بغداد في القاهرة، والتقيت به، وأيضا استطعت أن آخذ منه أو نعم. يعطيني بعض المراجع. نعم. فأنجزت رسالة الماجستير، ثم بعد ذلك قبلت في الدكتوراه، فواصلت في المشروع نفسه. نعم. اللي هو فاخترت المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني نعم. عشر. واليوم ترأسون مجلس الشورى. وحاليا أرأس مجلس الشورى رابطة علماء إريتريا، وعملت في المجال الأكاديمي، عملت في لندن في كلية لندن المفتوحة للدراسات الإسلامية. ومن قبل عملت في المنتدى الإسلامي بلندن. ثم عام 2006 انتقلت إلى الرياض، فعملت في جامعة نايف العربية نعم. للعلوم الأمنية إلى شهر 6 من 2022 حيث أحلت للتقاعد، فعدت إلى لندن، والآن قدمت إلى إسطنبول من لندن. جميل، نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله ودوام الصحة والعافية. دكتور، الآن دعنا ندخل إلى فهم أو محاولة فهم القرن الأفريقي. نعم. هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة الحساسة التي هي في الحقيقة محط أنظار كثير من القوى العالمية والقوى الإقليمية، والجميع يحاول أن يجد له مكانا في هذا القرن الأفريقي. ماذا عن هذا القرن، عن مكانته الاستراتيجية بالنسبة للعالم؟ نعم، لو رأينا الخارطة واتجهنا إلى شرق القارة الإفريقية سنجد قرنا بارزا هكذا أشبه بذلك الحيوان وحيد القرن، ولعله أخذ الاسم من مشابهته بهذا الحيوان، لأنه في القارة تراه هكذا يعني. هذا القرن يطل على البحر الأحمر، والبحر الأحمر ممر مائي مهم حيث باب المندب، وحاملات النفط تمر من هذا الممر، فهو في غاية الأهمية الاستراتيجية، ولا يمكن أن الاقتصاد العالمي والأمن والسلم العالمي يتحقق بحالة من الاضطراب في القرن الأفريقي. ولو تذكرون يوم كانت القوات الصومالية أو القراصنة الصوماليين الذين كانوا يختطفون السفن البحرية نعم. ويطلبون الملايين من الفدية، وقد اختطفوا سفينة سعودية مليئة بالنفط وطلبوا فدية، فهددوا الأمن الاقتصادي في المنطقة، وتداعت الدول من أجل حماية السفن، ويومها ارتفعت البوليسية التأمينية تأمين السفن، وقوات أمريكية وصلت إلى المنطقة من أجل مطاردة هؤلاء القراصنة
الصوماليين إلى أن تمكنوا من تخفيف ضغطهم ووطأتهم، فهو يقع على موقع على ممر مائي في غاية الأهمية. أيضا دوله تطل على ممر مائي مهم، فإريتريا لديها 1100 كيلومتر على طول البحر. نعم. وهنالك جزر مهمة جدا، منها جزيرة دهلك وهي الجزيرة الإريترية المهمة. جيبوتي فيها عدة قواعد عسكرية. لمن؟ القواعد العسكرية فيها القواعد الأمريكية، فيها القواعد قاعدة فرنسية، فيها الصين، الإمارات العربية المتحدة أيضا كانت قد دخلت جيبوتي، ثم حصل نوع من الخلاف فسحبت واستأجرت في ميناء عصب الإريتريا، وكانت قاعدتها في الحرب مع الحوثيين تنطلق من ميناء عصب. فهنالك عدة دول لها قواعد في هذه المنطقة في جيبوتي. قضية حرب الإرهاب أيضا أخذت حيزا واسعا من اهتمام الدول في القرن الأفريقي. نعم. فالقاعدة نفذت في كينيا ضرب الباخرة الأمريكية اللي اسمها أنا الآن لا أحفظها، فجرتها القاعدة. أيضا ضربت السفارة الأمريكية في أوغندا. حركة الشباب المسلم الصومالي أيضا تنشط في هذه المنطقة. فعندما حدثت أحداث 11 سبتمبر في 2001، القوات الأمريكية اتجهت إلى القرن الأفريقي من أجل محاربة الإرهاب، فأخذ القرن الأفريقي أيضا أهميته الاستراتيجية في مسألة مكافحة الإرهاب. ودول القرن الأفريقي نفسها تسابقت إلى كسب ود الأمريكان من أجل أن تكون مأوى لهذه القوات الأمريكية التي تأتي في المنطقة. نعم. وطبعا الأمريكان مقابل ذلك سيدفعون أموالا هائلة، ولكنهم آثروا على هذه إريتريا، عرضت نفسها، ولكنهم آثروا أن يكونوا في جيبوتي. الصومال مفكك وانقسم إلى دويلات متصارعة فيما بينها، دخلت في حروب أهلية دامية، ولكن الآن الحرب الأهلية بين هذه الدول توقفت، إلا أن حركة الشباب المجاهدين ما زالت نشطة وتعمل. وقبل شهر تقريبا فجرت فندقا في مقديشو وتقوم بأعمال إرهابية في إذن نحن نتكلم عن ثلاث دول أساسية في القرن الأفريقي من حيث الأهمية والمكانة السياسية والاستراتيجية، هي إريتريا، جيبوتي، والصومال. لو دخلنا الآن إلى أهداف السياسة الخارجية الإيرانية في هذه الدول، سواء أهداف اقتصادية، سياسية، طائفية، استراتيجية، كيف تقيمها دكتور في القرن الأفريقي عموما وفي هذه الدول على وجه التحديد؟ مثل ما قلت، إيران تعيش حالة من العزلة السياسية والعزلة الفكرية. تقصد في إقليمها؟ في إقليمها وعلى مستوى العالم الإسلامي تعيش حالة من العزلة السياسية الفكرية غير مقبولة، غير مؤهلة أن تقود العالم الإسلامي. ما السبب؟ لأن العالم الإسلامي في غالبيته سني، وإيران بنص دستورها تمثل نهجا طائفيا، حيث ينص الدستور الإيراني بأن إيران دولة شيعية على المذهب الاثني عشر، حتى أنها ليست على الزيدية ولا على الإسماعيلية في الإطار الشيعي، وإنما الشيعة الاثني عشر.
فدولة بهذا الانقلاق الفكري وتقدم نفسها لقيادة العالم الإسلامي فإنها تفتقد أهم مؤهلات القيادة، وهذا يسبب لها عزلة فكرية. أما العزلة السياسية فهي إيران تقع في محيط سني محاطة بدول سنية قوية، العراق في غالبه، أفغانستان دولة سنية محيطة بإيران، الخليج العربي المملكة العربية السعودية والخليج السنة، باكستان دولة سنية، فهي محاطة إذن بمحيط السني، أيضا تعيش هذه العزلة. إذن لابد أن تعمل في فك هذا الحصار من الناحية الفكرية ومن الناحية الجغرافية، ولكي تفك هذا الحصار لابد من أن تجعل من نفسها قوة عسكرية في المنطقة تمتلك أداة القهر العسكري، ولهذا أقبلت وفكرت وعملت وما زالت لنا المفاعل النووية لكي تكون في هذا الوسط دولة نووية، لأن باكستان دولة نووية، الهند دولة نووية، وباكستان دولة سنية ومتحالفة مع محيط سني. فإيران توجهت في هذا الجانب، أيضا فكرت فيما سمته وباشرت هذا في تصدير الثورة. فتصدير الثورة جاء من فكرة فك الحصار. كيف تصدر الثورة؟ سمت الثورة نصرة المستضعفين. المستضعفين في الفكر الشيعي له معنيان، معنى الذين لم تبلغهم الفكرة الشيعية، والثاني هم الشيعة المضطهدون. الذين لم تبلغهم الفكرة الشيعية من غير الشيعة، من غير الشيعة. هم مستضعفون. هؤلاء حيلة بينهم وبين الفكرة الشيعية. نعم. فالثورة لابد أن تقتحم هذا المجال من أجل أن توصل إليهم الفكرة الشيعية. وآخرون يحملون الفكرة الشيعية نفسها، ولكنهم مضطهدون في نظر إيران. نعم. فهذا العنوان المستضعفون يحوي هذين الفريقين. نعم. إلى أي مدى وبأي أدوات تحاول إيران أن تقوم بذلك في القرن الأفريقي تحديدا؟ نعم. لهذا السؤال إجابة من حضرتكم بعد فاصل قصير بحول الله، فتفضلوا بالبقاء معنا. تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح رئيس مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا. مرحبا بك معنا دكتور مرة أخرى. حياك الله وأهلا وسهلا بكم. كنا نحاول الحديث عن هذه القاعدة الفكرية نصرة المستضعفين التي ابتدعتها إيران وتطبيقاتها على الدول المحيطة. وكذلك على القرن الأفريقي تحديدا. وأدوات إيران من أجل تنفيذ هذه السياسة أو هذه القاعدة الفكرية. نعم، هذه الفكرة على النحو الذي بيّنته تتطلب تحريكا، وإيران فعلا تحركت نحوها من أول وهلة بدأتها من نفس الشعار الذي حملته، لا شرقية لا غربية، ثورة إسلامية، وهذا أعطاها تأييدا من عامة المسلمين بل من مفكريهم. وعندما تجادل وقتها يقولون لك أن إيران ليست طائفية وليست شيعية، إنما هي ثورة إسلامية. أما في الميدان، في العمل الميداني، فأنشأت إيران ما يسمى بالمراكز الثقافية. المركز الثقافي
عبارة عن مركز تابع للسفارة الإيرانية في الدولة المعنية. فمثلا في الخرطوم كان مركزا ثقافيا وأنا زرته، وهذا المركز الثقافي يعرف بالفكر الثوري الإيراني من خلال كتابات المنظرين الإيرانيين مثل الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، وبهشتي ومطهري وغيرهم الذين نظروا للثورة، ويستقدم إليه أو يجلب إليه طلاب الجامعات، فتكون علاقات ثقافية وتقام ندوات. وطبعا الشباب المثقف في العالم الإسلامي في الجامعات لا يعرف عن الشيعة، فأول سؤال يطرح في مثل هذه اللقاءات الثقافية: ما الفرق بين الشيعة والسنة؟ هنا يجيب المنظرون الإيرانيون بإجابات ناعمة وليست إجابات منفرة، فيقولون الشيعة والسنة أمة واحدة ومسلمون، والعدو الإمبريالي هو الذي يريد أن يمزق بينهم، وأمريكا بمشروعها وتحالفاتها مع الوهابيين يثيرون مثل هذه القضايا من أجل أن يفرضوا هيمنتهم وهكذا. والشيعة والسنة لا يختلفون أبدا، اختلافاتهم بسيطة واختلافات سياسية ويمكن أن تحل بالحوار، وهي خلاف حول من يستحق الخلافة بعد رسول الله. والآن نحن نعيش في عصر ليس فيه علي ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي، ونواجه أمريكا، فلنتحد، وإيران مؤهلة لتقود العالم الإسلامي نحو مواجهة الإمبريالية العالمية وحليفتها الصهيونية. ولهذا هي تواجه هجمات شرسة من القوميين العرب الذين لا يريدون الإسلام، ومن الشيوعيين، ومن عملاء أمريكا، ويشوهونها بتشويهات إعلامية، ويحشدون قوى عسكرية من أجل الإجهاض عليها وضربها، وفرضت عليها حرب 1980 إلى 1988 من أجل كسر الثورة وإنهائها وهي في مهدها. فصدام حسين سلط من الإمبريالية العالمية على إيران. هذا هو الخطاب حضرتك في المراكز في الثقافية الإيرانية في تلك المرحلة. في تلك المرحلة. أيوة. ثم تقدم منح دراسية. عندما تقدم منح دراسية تجمع معلومات عن أنبغ الطلاب في الجامعة المعنية وأنشطتهم وأفكارهم وميولاتهم السياسية، وإلى أي حد يمكن استقطابهم وتوظيفهم. وإيران في هذه المرحلة لا يهمها التشيع العقدي، لا يهمها أن تتحول من كونك سنيا فتعتقد عقيدة الشيعة الاثني عشرية، لا، ليس هذا المهم. المهم أن تتشيع سياسيا فتكون من شيعة إيران سياسة، تشيع سياسة إيران، ليس لأنها امتداد لولاية الفقيه أو للإمام المهدي، ولكن لأنها تواجه الإمبريالية الأمريكية، لأن الخطاب مركز على هذه القضية بالذات، والصهيونية التي تحتل أرض فلسطين، وأن إيران هي الدولة المؤهلة لمواجهة هذه الهجمة. نعم. على ضوء هذا الشروط يدرسون ويحللون الشريحة النابغة من الطلاب ذات النشاط السياسي التي تتصدر القائمة الطلابية في الاتحادات الطلابية ذات التوجه الإسلامي بشكل عام، فيربطون بينها علاقات ويدعونها للسفارة إذا كان هنالك ثمة نشاط ما، يدعونها للنشاطات الثقافية في المركز، وهذا الأمر ما يزال قائما حتى اليوم. تقوم ببث هذا الخطاب، هذه الديباجة التي تفضلت فيها بالبداية، ثم تستقطب هؤلاء الطلاب. هذا موجود الآن في دول القرن الأفريقي. ماذا عن الوجود الإيراني تحديدا في إريتريا؟
ما شكله؟ ما طبيعته؟ هل هو فقط بهذه الطريقة وفي غيرها من الدول؟ أم يتعدى ذلك إلى محاولة إيجاد بعض القواعد العسكرية مثلا في دهلك الجزيرة التي تكلمت عنها؟ في إريتريا كما قلت لك ذات استراتيجية أو موقعها الاستراتيجي يؤهلها لتنافس دولي، وإيران أدركت ذلك أيضا وقامت بزيارات لإريتريا ووجهت دعوة لزيارة القيادة الإريترية الآن الموجودة اللي هو نظام الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا الذي يقوده أسياس أفورقي، وجهت إليه دعوة وزار طهران. قبل أن تتحرر إريتريا من الاستعمار الإثيوبي، ثورة إيران بعد سقوط شاه إيران من الأشياء التي قامت بها فتح مكتب لجبهة تحرير إريتريا في طهران، في نفس الوقت اللي فتح فيه مكتب لمنظمة فتح. فهي كأنها تدرك ولها رؤية مستقبلية قبل أن يصل الخميني إلى القرن إلى 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 سلطة الحكم في إيران، كأنه كان وضع خريطة. فأول ما جاء ونجحت الثورة كانت الثورة الإريترية إحدى المنظمات التحررية التي أعطيت مكتب في طهران. بعدما حصل الاستقلال، استقلال إريتريا، واصلت إيران هذه العلاقة وزارت إريتريا عبر وفد بعثت به، وزارت ودعت القيادة الإريترية إلى طهران، وحاولت أيضا تستقطب مجموعات إريتريا للدراسة في طهران. نعم. وحاولت تسرب كتبها الدعائية إلى إريتريا. لكن الشيء الجميل مما يذكر لهذا النظام أنه رفض أن تدخل الكتب الإيرانية في داخل إريتريا. لأن لماذا رفض؟ لأن له حساسية من الحركة الإسلامية. ولكن بعض الكتاب السعوديين، حتى أكون أمين في هذا الجانب، نشروا مقالات في جرية الوطن السعودية وفي جرية الرياض بوجود نشاط إيراني في إريتريا في جزيرة دهلك. ويزعم هؤلاء الكتاب بأن إيران تدرب الحوثيين في هذه الجزر، وأن إيران تمرر الأسلحة إلى الحوثيين عبر هذه الجزر. هذا ما كتبه المثقفون السعوديون في جريدة الوطن والرياض. ولكن سرعان ما أنكرت السفارة الإريترية في الرياض وأصدرت بيان بتكذيب هذا الشيء. نعم. فأعاد هؤلاء الأخوة الكتاب الكتابة مرة ثانية بوثائق أخرى، وأقاموا ندوة في قناة العربية. نعم. وكان منهم أيضا الكويتي الأكاديمي مناع العابد أو كذا. نعم. وتعرضوا للهجوم من الإريتريين أيضا، واضطرت وزارة الخارجية الإريترية قسم شؤون الشرق الأوسط أن يصدر بيانا لرفض مثل هذا المقال. لكن أكاديمية ناصر العسكرية للقوات المسلحة المصرية في 2002 نشرت تقرير تقول فيه أن إريتريا وقعت اتفاقية مع إسرائيل لتستخدم جزيرة دهلك عند الضرورة. إذن هنالك استراتيجيتان تعملان في
في هذه المنطقة الاستراتيجية الإيرانية زائد ومن قبلها الاستراتيجية الصهيونية. نعم. فإسرائيل الكيان الصهيوني في فلسطين له وجود قديم جدا في الستينيات في هذه المنطقة عندما كانت إثيوبيا إمبراطورية في نظام ملكي يحكمه الإمبراطور هيلي سلاسي، وكانت في أسمرة قاعدة تجسس كانيو ستيشن، القاعدة الأمريكية، وهذه القاعدة منها كان ترسل عملائها أمريكا والصهاينة يرسلون عملائهم في العالم العربي. نعم. نعم. طيب دكتور، بالنسبة للتغلغل الإيراني أو الوجود الإيراني كيف تقيمه الآن في القرن الأفريقي؟ خلاصة ما تفضلت به الآن، هل هناك طبعا وجود بطبيعة الحال في السفارات والمراكز الثقافية كما تفضلتم، لكن بالنسبة للوجود الفعلي العسكري أو من خلال بعض الأشكال الأخرى والأدوات الأخرى كالمعونات والحوافز الاقتصادية وما إلى ذلك، ما حجم هذا الوجود ويعني ما تأثيراته أيضا؟ إيران دخلت هذه المنطقة بوعود، فوصلت إلى جزر القمر، وحتى أن رئيس جزر القمر وهي دولة عضو في جامعة الدول العربية أصبح شيعيا إيرانيا، والمنظمات الإيرانية اشتغلت. دخل السودان أيام الإنقاذ، ونجادي زار الخرطوم، ووقتها السودان كان يعاني من حصار، لكن كل الوعودات التي وعدت بها إيران لم تجسدها ولم تفي بها مع حلفائها، فهذا أفقدها الثقة، زائدا الحصار المفروض عليها قلص من نشاطاتها، أيضا وقوفها مع الأنظمة الدكتاتورية في العراق، في سوريا، حزب الله يقاتل في سوريا ويدمر الشعب السوري ويشرده، وبشار الأسد نظام ديكتاتوري، وإيران تقول دولة ثورية ودولة تحرر، فكيف تقف مع هذا النظام؟ فكل هذا أفقد إيران ثقلها الذي كانت عليه. لكن ما زالت إيران تستثمر قضية القدس والأقصى حتى هذه اللحظة، وتبدو وكأنها هي الدولة الوحيدة، أو هي حقيقة الدولة الوحيدة من بقية الدول التي تدعم وتساند حماس، فهذا الجانب العاطفي الذي بقي هذا من الناحية السياسية. والشباب الذين كانوا مولعين بالثورة في الثمانينيات أدركوا أن الأمر ليس كما كان يتصورونه، وبدأ هذا الحماس يخف ويقل، وأن إيران في تصوري أنا سائرة نحو الانكماش وفقدت بريقها، لكنها ما زالت من خلال الحوزات العلمية دخلت في نيجيريا فأنشأت مجموعة شيعية، هذه المجموعة الشيعية قامت بحراك مما اضطر الحكومة النيجيرية أن تضربها فقمعت وقتل قائدها. إذن الحقيقة هي أن إيران تحاول التغلغل في القرن الأفريقي لكنها لا توفق كثيرا. نعم. وفق ما تفضلت. نعم. به. نعم. لأنها تعيش عزلة فكرية. نعم. هذه مسألة مهمة. نعم. جدا، ولعلنا نأتي إلى مجموعة من الخلاصات بعد فاصل قصير بحول الله. نعم. دكتور، نستخلص منها ما يمكن يعني الاعتماد في هذه الحلقة من بعض الأفكار والمعلومات، فاصل ونواصل بحول الله.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، رئيس مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم. إذا ننتقل إلى مسألة تداعيات التغلغل الإيراني في القرن الإفريقي على الأمن العربي، ما أخطر هذه التداعيات؟ أخطر هذه التداعيات أن تقع هذه الدول في حصار ويكون أمنها في مرمى حجر من الهدف الإيراني. كيف؟ تكون مرمى حجر من الهدف الإيراني، يعني مستهدفة من إيران مطوقة، والمملكة العربية السعودية معنية بالدرجة الأولى والأساسية، لأنها هي أكبر دول الخليج وأكبر دولة إسلامية بعد السودان مثلا، وذات ثروات هائلة وفيها قوة معنوية، هي وجود الحرمين الشريفين، وإيران تعيش في عزلة الذي قلت لك، عزلة فكرية وعزلة جغرافية، وفي ذات الوقت تريد أن تتصدر العالم الإسلامي، فهي تبحث دائما عن مراكز استراتيجية قوية لتغطي هذا النقص وتفرض ما يسميه سياسة الأمر الواقع. فإذا جاءت في القرن الإفريقي اقتربت من اليمن، لأن اليمن تربطه جزر مع القرن الإفريقي، وجزر حنيش كان فيها إشكالية قانونية بين إريتريا واليمن، والمحكمة الدولية فصلت في هذا الخلاف، فحكمت ببعض الجزر لإريتريا وحكمت ببعض الجزر لليمن، وأن اليمنيين ينتقلون من اليمن إلى القرن الإفريقي بسهولة من خلال ميناء مخا إلى بيلول، فالمسافات متقاربة جدا ولا تحتاج إلى ذلك التعب. وأيضا سكان القرن الإفريقي يمكن ينتقلوا إلى اليمن، ومن اليمن يعبروا إلى المملكة العربية السعودية، ويمكن أن يجندوا لأعمال إرهابية وينفذوا هذه الأعمال إما بقناعة من عندهم أو مقابل مال يعطونه أو مقابل توريط بأسلوب ما، كدخول إدخال أسلحة إدخال مخدرات. فإذا تمكنت إيران أو وجدت إيران في القرن الإفريقي تهدد أمن الجزيرة العربية، وأن جزيرة دهلك تبعد عن جزيرة فراسان في المملكة العربية السعودية حدود 200 ميل أو من البعد بينهما. والأمير التركي الفيصل تحدث في لقاء مع حزب المحافظين البريطاني في لندن في لقاء الحزب، كيف أن بلاده مهددة من قوى معادية، إسرائيل وإيران، حيث تبعد جزيرة دهلك عن جزيرة فراسان مسافة قصيرة وليست مسافة بعيدة، فهذا إذن أمر يهدد الأمن. يعطي لإيران ثقل حتى ولو كانت معزولة، إذا تمكنت من هذا الجانب تستطيع أن تفرض شروطها، تستطيع أن تهدد الآخرين بأنها يمكنها أن تضرب أمنهم إن لم يرضخوا لمطالبها أو إن لم يدخلوا في مساومات معها. والحوثيون الذين لم يكونوا شيئا مذكورا يوما ما، وكانوا تحت التعهد والتربية والتدريب، اليوم أصبحوا قوة يخشى بأسها وعطلت أو هددت أمن دول في المنطقة. ففي الشام حزب الله، وفي صنعاء أنصار الله، وفي المملكة العربية، ولكن هذه ضربت في المملكة العربية، نعم، اللي هي حزب الله الحجازي، في البحرين
أيضا حزب الله البحريني، هذه كلها أذرع من أجل فرض إرادة إيران. الأمن العربي إذا لم يتحرك بشكل جاد ويوحد من استراتيجيته، فإن تداعيات التحرك الإيراني يشكل خطراً على هذا الأمن. وأنتم جئتم دكتور إلى السؤال الأهم في هذه الحلقة، أين موقع العرب في ظل هذا التدافع الدولي والإيراني نحو القرن الأفريقي؟ العرب لو قارنت بين واقعهم الحالي وما كانوا عليه في الستينيات من القرن المصرم، تجد ذلك الحين أفضل واقع العرب من هذا الواقع الذي يعيشونه. صحيح أن بعض المفكرين مثل عبدالله القصيمي ذلك السعودي الذي ألحد كتب كتاب العرب ظاهرة صوتية في الستينيات أيام عبد الناصر ولكن هذه الظاهرة الصوتية على الأقل كانت تصيح وكانت تتكلم وكانت تندد وكانت تستعرض وتعقد مؤتمراتها. أن اتجاه القوم العربي كان نوعا ما قويا بغض النظر عن ملاحظاتنا ومآخذنا عليه ومواقفه من بعض القضايا، إلا أنه كان نوعا ما يصيح ونوعا ما يتكلم ونوعا ما يندد. العراق كان قويا، دمشق كانت قوية، الثورة الإريترية معظم ضباطها وجنودها تدربوا في بغداد وفي دمشق ومونوا من بغداد ومن دمشق. الآن عندما نستعرض هذا الواقع نرى بغداد قد غابت وطحمت وفككت، والإمبريالية العالمية الغزو الأمريكي جعل منها شيئاً آخراً غير الذي كانت عليه سابقاً. وإذا نظرنا إلى دمشق أيضاً دخلتها إيران وجاءها بوتين وجاءتها الكتائب الطائفية الشيعية وأقامت أشعلت حرباً طائفية حزب الله، وقالوا الطريق إلى القدس عبر دمشق كما قال أولئك الطريق إلى القدس عبر بغداد. هذه الحالة التي تعيشها الأمة العربية تعطينا فكرة أن ليس هنالك استراتيجية أمنية عربية متماسكة ومتفرغة للتحرك في القرن الأفريقي. لكن ماذا عن بعض الدول المستقرة دكتور؟ ما تفضلت بها دول صحيح حوربت وفككت وهناك فيها صراعات ما تزال قائمة حتى الآن، لكن هناك دول مستقرة، دول الجزيرة العربية، الدول الخليجية مثلا، مصر الآن وبعض الدول الأخرى فيها استقرار سياسي واقتصادي، ومن المفترض أن يكون لها هذا الطموح للوجود في تلك المناطق كما يحصل مع كل القوى العالمية والإقليمية. كل دول العالم تطمح وتطمع أن يكون لها وجود في بعض هذه الدول الإفريقية في القرن الإفريقي وفي غيره، وهي سياسة دول يعني. تركيا مثلا دائما تفكر وتطمح أن يكون لها وجود في إفريقيا. ما الذي يمنع هذه الدول العربية المستقرة أن تكون أكثر نشاطا وحراكا في هذه الدول؟ أقول نظريا ليس ثمة شيء يمنع. عمليا؟ عمليا لا وجود لها. لماذا؟ هذا السؤال المحير، لماذا لا توجد هذه الدول؟ لها حساباتها، لها أولوياتها. مثلا المملكة العربية السعودية تحركت نحو أمن البحر الأحمر ودعت دولا للدخول في هذا التحالف ومن ضمنهم إريتريا، ولكن يبدو لي إريتريا لم تتجاوب مع هذه الرغبة. ولكن هل السعوديين ضغط على إريتريا؟ لا أدري، ليست لدي معلومات كافية.
وإنما الذي أقوله أن الاستراتيجية الأمنية العربية لا تتحرك في القرن الإفريقي بشكل متناسق، مما يجعلك تشك هل هنالك استراتيجية أمنية عربية موحدة أم هنالك استراتيجيات متعاكسة متكايدة، كل منها يكايد ضد الآخر. فليس وجوده إذا وجد في القرن الأفريقي ليحمي الأمن العربي، وإنما ليكايد دولة أخرى عربية. هذا على المستوى الرسمي دكتور، لكن ماذا على مستوى المنظمات والأطر ما دون الدولة؟ يعني هيئات العلماء مثلا، مجلس الشورى في إريتريا، وهيئات العلماء في أكثر من دولة، المنظمات المعنية بهذا، الأحزاب، الحركات السياسية وغيرها، هل ثم الدور لمواجهة هذا النفوذ الذي يشكل خطرا حقيقيا على المجتمعات هناك؟ يفترض أن تكون هذه الامتدادات الإسلامية هي معبر الاستراتيجية العربية في منطقة القرن الأفريقي، وهي كثيرة، ولو أن وهي طرقت الأبواب. أبواب من؟ أبواب هذه الدول. نعم، ولكن سدلت الأبواب أمامها ولم يتجاوب معها، بل أنها طوردت بحجة مكافحة الإرهاب. بينما الأمريكان عندما عملوا دراسة في المنطقة بعد أحداث سبتمبر، جاء وفد أمريكي في منطقة القرن الإفريقي ليدرس حالة الحركات الإسلامية في القرن الإفريقي، والتقى ببعض قيادات الحركة الإسلامية الإريترية، وتأكد من أن هذه الحركة ليست لها علاقة بالقاعدة، لأنه كان يهمه أن الحركات الإسلامية الموجودة في القرن الأفريقي هل هي تؤيد عالمية التوجه، عالمية المنح الجهادي الحركي، أم هي إقليمية الحراك السياسي. وفي التقرير الذي اعتمدته أمريكا، أن الحركة الإسلامية الإريترية ليست حركة إرهابية، وإشكاليتها فقط هي مع النظام القائم في إريتريا في سبيل منح حرية سياسية للجميع بحيث يتحرك الجميع. وتقصد دكتور أن هذا ما كان يجب على بعض الدول أن تقوم به بناحية علمية مهنية موضوعية حتى تعرف. نعم، ولكنها لم تفعل. في أقل من دقيقة دكتور، المستقبل، يهمني أن أعرف المستقبل في ضوء كل ما تفضلت به الآن، مستقبل الوجود الإيراني في تلك المنطقة في ضوء العزلة التي تعيشها فكريا وسياسيا واقتصاديا، في أقل من دقيقة. أنا أعتقد أن إيران تنكمش، وما تقوم به الآن من مظاهر ليس دليلا على أنها في حيويتها، وأن فكرها أصبح ملفوظا، وأن الشعوب عرفت حقيقتها. فقط يتطلب من الأنظمة العربية أن تتحرك من أجل أن تجهض على هذا الجريح وتعيده في حصاره الجغرافي والفكري وفي عزلته التاريخية، لأنه لا يملك مقومات التمدد. أشكرك جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، رئيس مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا، شكرا لك وسعداء بوجودك معنا. وأنا أشكركم على إتاحتكم لي هذه الفرصة، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا، ومزيد من النجاح. حياكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. شكرا لكم دكتور. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة في هذا اللقاء الخاص. شكرا لفريق العمل. تذكروا دائما، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور. شكرا.